أنا عندي 13 سنة. مالت في حد يا بنت بيجيب لي حد علبة شوكولاتة في الفجر؟ هو احنا دلوقتي في الفجر؟ جايلك بستنيلة. أنا عمري ما عملت حاجة مظبوطة في حياتي. يبقى محتاجين دماغ حشيش. يلا يا حراوسخة يا جفرة. يا ابن الكلب يا جزمة. ما حبيتش حد غيرك. اضرب. بتوع ربنا قوي دول، ان الجثه اللي في البيت فاقت ولسه فيها نفس. دي صورتي انا وخالتي زمان، مش كنت لسه بحكي لك؟ عشان انا لو عاوز اقطع اقول لك من غير حاجه. كنت عارف انك انت اللي بتبعت الرسائل. بس انت شماية قلت لك مليون مره التدخين حرام شرعا. هو انا في ايدي راجل؟ دي سجار. زباله يا ليلى. الحمد لله قبل ليلى عيطت، هاتي كاسه ياوليه. بس يعني مش كان خد ستي وساب لامي على النعمه من نعمه ربي لو وقعت تحت ايدي غفرهم هو. بص يا جماعه محمود امشي. كل يوم حد هيبقى للستات. النسوان اللي هنا ولا نسوان تانيين. ساعات كده كان الرسام يقول لي انا عايزك مبسوطه وبتضحكي ومفرفشه على الاخر، فكنت اعمل كده.